غادي نبدا نسرد لكم في الاحداث الحلقه الاخيره، غادي نعطيكم بعض الاسئله اللي اكيد في الحلقات القادمه غنعطيكم الاجوبه لهذه التساؤلات. اول سؤال هو شكون قتل مريم؟ ثاني سؤال اللي هو شكون اللي كيهدد حليمه وعرف السر ديال ان هند ماشي بنت حليمه؟ وثالث سؤال هو ملي هند ماشي بنت حليمه شكون هي الام ديال هند؟ خوتي وخواتاتي هاد الاسئله غادي نجاوبها لكم في الحلقات القادمه اكيد، ودابا غندوزو مباشره لاحداث الحلقه الاخيره. ولكن قبل ما نبدا فكنشكر المتابعين الاوفياء اللي كيخلوا لي التعاليق الزوينه، ولا كنتو اول مره كتزوروا القناه فما تنسوش تضغطوا على زر الجرس باش دائما يوصلكم جدودنا، خصوصا احداث مسلسل المكتوب، هذا المسلسل الشيق اللي كيتصدر الصدارة الأولى في المسلسلات المغربية. كيف ما شفتوا في الأحداث السابقة، هند وحليمة، هند بنت الشيخة اللي كتستعر من هاد المهنة ديال الأم ديالها، واللي سبت لها المشاكل مع الخطيب ديالها، أو اللي سنقوله الحب ديال حياتها اللي هو يوسف، واللي كانت كتبغي لحد الموت واللي ما قدرش تستغنى عنه، وحتى يوسف حتى هو كيبغيها وكيحماق عليها، ولكن يوسف كيخاف من الوالده ديالو، وفيما كياخذ شي قرار وكيقول لهند بانه راه ما غاديش غادي يرجعها، وغادي 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 كيرجع وكيخاف من الوالده ديالو اللي اصلا هي ما حملاش بنت الشيخه. وهكا هند غادي تجفر عليه جفره وحده وما غاداش تبقى تلفت ليه نهائيا. وكيف ما شفتوا يعني عمر اول مره غادي يتلاقى معاها في دارو غادي تصدم لانها كتشبه لمرتو، وغيدير المستحيل باش يقربها منه وغادي يخدمها معاه. وهنا عمر غادي سي عمر غادي يبقى يتقرب منها غير بشويه بشويه، وهند حتى هي غادي تزيد تتعلق بيه لانه غادي يولي يخرجها وغادي يتهلا فيها. حليمه غادي تفرح بزاف لان هند صافي نسات يوسف وبدات كتفكر في سي عمر، وكانت كتحس هند بانه كيبغيها هي لشخصها. ولكن للاسف هند غادي تصدم ملي غادي تزوج بسي عمر، لانه غتلقاه هي فقط نسخه الزوجه السابقه ديالو مريم، وغادي يبدا يلبسها حوايج زوجته السابقه، حتى التقطيعه ديال الشعر غادي يخلي تقطيعه، غادي يرجع لها تقطيعه ديال مرتو، وغادي يولي يلبسها اللبس ديالها، ودائما يعني غيتعامل معها واحد المعامله على انها مريم. هذا الشيء اللي ما غاديش يعجب مريم، وعفوا ما غاديش يعجب هند، وغادي يخليها يعني تندم علاش انها تزوجت بالسي عمر، خصوصا ان السي عمر كبر منها وكاين واحد الفارق ديال السن كبير. وهنا رغم انها غادي تزوج بالسي عمر، يوسف ما نفكش وغادي يبقى تابعه، وفي واحد اللقطه غادي يجي عندها حتى الفيلا وهي مع السي عمر، وغادي يدق عليها في الطوموبيله وغتخرج ليه، وغادي يقول ليها سنه سعيده لانه كان عيد الميلاد ديالها، وغيقول لها هذا الشيء باش بدلتيني بالشارف حيت هو عنده الفلوس وانا ما عنديش الفلوس. قال لها حتى انا راه كانت عندي الفلوس. هند غادا تدور فيه وغتقول لي دخل سوق راسك وبعد مني هذاك الشرف اللي كتهضر عليه راه راجلي. وهنا غادي يكون قلبها مات من جهة يوسف، لانه اداها واداها بزاف، خصوصا انه كان كيوعدها بوعود كاذبه كل مره، كيقول لها غنفرتك الخطبه وغادي نرجع لك، وكيصدمها. امها كتبقى تعاير فيها كتقول لها هي المدلوله، ما بغيتيش تفكي معاه، هي المدلوله بعدي منه راه غير كيضحك لك وكيتفلى عليك. المهم هند غادي تولي مع العائله، وهذا الشيء ما غاديش يعجب الباتول، والعباتول غادي يتحد مع سليمه والزوج ديالها اللي غادي يتحالفوا ضدها، وهكا الباتول غتبقى تقنع ولدها المهدي باش غادي يجي، لان غادي تقول لي راه هند غادي تستولي على الثروه ديال عائله المعطاوي وما غادي يبقى لك حتى شي حاجه، جي باش تدافع على الثروه ديال العائله ديالك، راه السيده فقط طمعانه في الفلوس ديال العم ديالها. وهكا المهدي غادي يجي مباشره، غادي يجي على اساس انه باش ينتقم من هند، وباش حتى هو يزيد يعاونهم في الخطط الشريره ديالهم باش هند تفرق من عمه. لكن للاسف غادي توقع واحد الحاجه، هو ان المهدي غيكتشف ان هند بريئه، وهند انسانه طيبه، وهند ما كتهمها لا فلوس لا حتى شي حاجه، بسيطه بزاف،
وغادي يطيح في الحب ديالها، وهنا غادي تنوض نسيمة بنت المهدي، بنت عفوا بنت سي عمر، لأنها كتبغي المهدي، وحتى هي بعد ما كانت موافقة على الزواج ديال باباها ما غاداش تبقى تحمل هند، وحتى هي غتولي تعطيها العصير والقرطاس، وغادي تبقى مقابلها وحاضيها في الريحة وفي الجية. وهكا هند مسكينة غادي تولي وسط الدياب، يعني حتى واحد ما حاملها، لا الباتول لا بنت سليمة لا راجلها وحتى نسيمة. ايوه هنا فين غادي تكرد لهم لالا دنيا بوطازوت اللي غادي تخرج لهم من الجنب وغتعطيهم العصير، او واخا يخطو حتى يعياو ديما كتفشل لهم الخطط، وغادي يحصلوا كلاشات في هذا المسلسل، كلاشات اللي غتكون مبكيه، كلاشات اللي غتكون مضحكه، كلاشات اللي غادي تكون يعني كيف ما تنقولوا نوادر دنيا بوطازوت. المهم الاحداث غادي تطور بزاف، وراجل سليمة غادي يجري عليه السي عمر من الخدمة لأنه غيكتشف فيه الخيانة. أول حاجة خيانة أنه كيخون بنته، ثاني أنه كيختلس من الأموال ديال باتيسغي، ثالث حاجة أنه إنسان قمار، وإنسان أنه فقط باغي بنته فقط على قبل الفلوس. وفي وسط المسلسل غترجع الكاميرا الأحداث ديال الوفاة مريم، لأن وفاة مريم ما كانش صدفة وإنما كان بفعل مخطط، لا هي لا زوج الباتول، يعني الزوج الباتول ومريم ماتوا مقتولين وماتوا بمخطط. اما الخدامه مرت سيدريس فهذيك حتى هي غيكون عندها واحد الدور كبير غادي تلعبه في هذا المسلسل، وغادا تكون اليد اليمنى للباتول اللي غادي توصل لها جميع الاخبار، وغتكون اللي عندها يد كبيره احداث المسلسل. كيف ما قلت لكم ما غاديش نحرق لكم المراحل، ومن بعد غادي نعرفكم شكون هو اللي كيهدد حليمه بالسر ديالها المدفون. وبالنسبه للباتول، الباتول حتى هي عنصر الشر لانها غتبان الحقيقه ديالها، خصوصا ملي غتدخل عليها الضره غتكشر على نيابها وغتبين الوجه الحقيقي ديالها لسي عمر، وانها لا كانت ساكته لا كيف ما تنقولوا ساكته على خنزتها كانت، وغادي تكشف وجهها الحقيقي. وايضا سي عمر كان غلط فيها بزاف، غادي يعرفها على حقيقتها. خوتي وخواتاتي ما نحرقش لكم الاحداث، ومازال الاحداث شيقه شيقه شيقه، ومازال يوسف غادي يخرج. نسيت ما قلتش لكم ان يوسف ملي غادي يسالي من سي عمر وغادي يخرج ليه المهدي غيوليو مدابزين، يعني عمر والمهدي غيوليو مدابزين على هند، يعني كل واحد كيتسابق باش يكسب الحب ديال هند. في نهايه الحلقه ما غنقولش لكم مع من غادي تكون هند او شكون اللي غادي يكسب القلب هند، ولكن راه حتى نتوما بطبيعه الحال خلوا لي التوقعات ديالكم نعرف. اول حاجه غادي تكون خيانه، لان هند غادي تولي تبغي المهدي ولد الباتول، غادي يكون طلاق وغتكون خيانه وغادي يكون الم وغادي يكون قتل وغادي يكون تبني. وكيف ما خليتوا لي في التعاليق السابقه ديالكم متابعي الكرام، بزاف 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 الناس اللي شبهوا لي مسلسل المكتوب، كاين اللي شبهوا لي بالعشق الممنوع، وكاين اللي شبهوا لي بمسلسل فضيله وبناتها. ولكن بغيت نقول لكم مسلسل المكتوب ما عنده حتى علاقه بهذه المسلسلات التركيه، مسلسل المكتوب مكتوب بطريقة مغربية بسيناريو مغربي، أكيد دراما مغربية، حتى طريقة السلاسة باش مكتوب السيناريو وباش محكوب هو مغربي 100%. مشاهدي الأوفياء أصدقائي الأعزاء، شكرا لكم على المتابعة، خليت لكم الراحة، خلوا لي التعليق ديالكم، أكيد نبغي نعرف الآراء ديالكم، وما تنسونيش من لايك ومن البارتاج. في أمان الله.